تم استلام موقع المستشارين العسكريين التابع للتحالف الدولي من مقر قيادة عمليات نينوى. طبعا هذا الموقع هو الرابع الذي جرى خلال الأيام الماضية، تم تسليمه بالكامل لقيادة عمليات نينوى، وسيتم إشغاله من قبل القيادة أعلاه. التحالف الدولي ترك القاطع، والآن المسؤولية الكاملة تحملها قيادة عمليات نينوى، وهي على قدر المسؤولية، وهناك تعاون وتنسيق بين كل قطاعات القيادة والقطاعات المتجمعين معها للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي والخلايا النائمة. في هذا اليوم تم استلام الموقع التابع لقوات التحالف في مقر قيادة عمليات نينوى، وهذا الموقع اللي كان يدعم ويسند عمليات التحرير خلال تحرير مدينة نينوى. وبعد أن صدرت الأوامر بانسحاب القوات التحالف تم استلامه هذا اليوم، وأصبحت قيادة عمليات نينوى جميع القوات الأمنية مجهزة لاستلام الملف الأمني، وفعلا تم استلام الملف الأمني، وسيتم دعم والإسناد غير الطيران الجيش وكذلك القوة الجوية العراقية لجميع قيادات العمليات ضمن قطاع المسؤولية. تم استلام موقع القصور الرئاسية في قيادة عمليات نينوى. قوات التحالف الدولية المتواجدة من كل من كندا، الولايات المتحدة، بلجيكا، فرنسا، قامت اليوم بتسليم هذا الموقع إلى وزارة الدفاع وبحضور قائد عمليات نينوى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قدرة وإمكانية القوات العراقية في القيام بإدارة الأمور الأمنية داخل المحافظة. أيضا هذا وفق جدول زمني أعد بالتعاون ما بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي.